الانتصارات المتوالية في مختلف الجبهات القتالية وبالأخص في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، حيث تم تحرير مديرية حريب بالكامل وكذلك مركزها الإداري، وتم تحقيق التقدم الكبير في السيطرة على المفترقات الطرق والهيئات الحاكمة، وأصبحت القوات العمالقة الذي نحن من خلالكم نقدم لهم التحية والتقدير والشكر الجزيل على الدور البطولي والتضحيات وعلى تقديم أولئك الشهداء الأبطال الذين صنعوا ذلك النصر وصنعوا الحرية، وأيضا بالتعاون الكبير من قبائل محافظة مأرب وبالأخص في مديرية حريب الذي كان له أيضا دورا فعالا، وأيضا الطواقم الهندسية الذين انتزعوا تلك الألغام التي زرعتها الميليشيات الانقلاب الحوثية في الطرقات ومنازل المواطنين. بعد تحرير مديرية حريب بالكامل تم تقدمت قوات العمالقة نحو مديرية العبدية، وتم تحرير منطقة أبو غانم وكذلك أيضا منطقة الجفرة، وتبعد الآن قوات العمالقة عن مركز العبدية ما يقارب 12 كيلومتر. إن شاء الله خلال الأيام القادمة سيتم استكمال تحرير مديرية العبدية بالكامل، والتي عانت من الظلم والجور والقتل والبطش الذي نفذته الميليشيات الانقلاب الحوثية في حق أبناء هذه المديرية. أيضا في الطرف الاتجاه الآخر تقدمت قوات العمالقة نحو عقبة ملعاة وتم تحريرها، وهي الواقعة في السلسلة الجبلية لجبال ملعاة، وكذلك أيضا تم تحرير منطقة الدرج وكذلك الحجلة، وهي مناطق طبعا فاصلة بين مديرية حريب ومديرية الجوبة، وما زال التقدم مستمر حتى هذه اللحظة في إطار تلك العمليات القتالية والتي استخدمت فيها التكتيكات العسكرية من الالتفاف والتطويق أيضا والمفاجأة والمناورة. كان هناك أيضا إسناد كبير من طيران تحالف دعم الشرعية، طيران دك أوكار وتعزيزات وتحصينات الميليشيات الانقلابية الحوثية، وتم تدمير العربات القتالية للميليشيات ومختلف الأسلحة، ومقتل أيضا المئات من عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية. تزامن مع الانتصار الكبير الذي تحقق طبعا انتصارات في محافظة تعز وبالأخص في مديرية جبل حبشي، الذي تم تحرير منطقة العنين بالكامل بما فيها طبعا مناطق هامة الجبيرية والأقحف والمشبك والصفراء والقاعدة، وتمكنت القوات أيضا بإسناد من الطيران المقاتل الذي دك تلك الأطقم والعربات للميليشيات الإنقلابية الحوثية. باقي أجزاء بسيطة من مديرية جبل حبشي إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة سيتم استكمالها. في الطرف الآخر أيضا في جبهة مقبنة أيضا كان هناك دور للجيش الوطني بعد تنفيذ تلك العمليات الهجومية والمتزامنة أيضا عن انطلاق الجيش الوطني في مديرية جبل حبشي، والذي أيضا شكل قوة أيضا صادمة لتلك الميليشيات الانقلاب الحوثية. تم تحرير منطقة الأخلود بالكامل وكذلك موقع الحصن المطل على هيئة الأخلود، وأيضا في تحرير أجزاء واسعة من منطقة جبل لحطوب، وهذه هي المنطقة هي تابعة لمديرية جبل حبشي ولكنها في إطار جبهة مقبنة. انتصارات تزامنت أيضا في محافظة الجوف وخاصة في جبهة اليتمة التي تم تحرير أجزاء واسعة وبالأخص في جبهة في منطقة القذاميل أو جبال القذاميل، وتم تكبيد الميليشيات الانقلابية الحوثية في جبهة اليتمة التابعة طبعا لمديرية خب والشعف، انتصارات كبيرة وتقدمات واسعة، وكذلك أيضا في محافظة البيضاء التي تم تحرير أيضا منطقة الساحة وغيرها أيضا.